الشمال اليمين 1-9-0-7-4 أرقام يا مستمعين. بدأوا طريق فانيلا حمرا، فانيلا مرة على أجيال عمل البطولات بدون حدود، أجيال صنع التاريخ، النادي عملته كيان في الوجود. النادي اسمه النادي الأهلي، أيوه هو نادي القرن، على أي نادي لسه بدري إنه يلعب زي الفل. تاريخه حافل بالبطولات والانتصارات والإنجازات، لو كنت ناسي شغل مخك وبقى قلب في اللي فات. تحب أقول لك 6-1 ولا أقول 4-2 ولا أقول لك 6-0 اسمع عليا مرتين. بطولات أفريقيا، دوري عام، كأس عالم، كله شبعنا منه، كأس وسوبر، أي بطولة فزنا بيها من سنين. فلو كنت تتكلم عليه معلش اتكلم باحترام، أصله أحسن نادي في القارة بالأداء مش بالكلام، مشرف مصر في كل حتة، مسبب للي يلعبوا آلام. يبقى لو سمعت اسمه قوم اضرب تعظيم سلام. عدى 100 بطولة، درجة تالتة تانية أولى، حتى الناس في المقصورة بتشجع وتقول أهلي. أعظم نادي في الجمعة، شغل درجة الجنون، أيوة الأحمر هو اللون، أجمل فريق أهلي. عدى 100 بطولة، درجة تالتة تانية أولى، حتى الناس في المقصورة بتشجع وتقول أهلي. أعظم نادي في الجمعة، شغل درجة الجنون، أيوة الأحمر هو اللون، أجمل فريق أهلي. كبير وراجل عمال بيعدي، وأنت يا أهلي لسه الأول، على طول الأهلي مكفي نفسه، عمر الأهلي في يوم ما تسوى. أيوة كان في إخفاقات، مرت عليه الكبوات، بس لكل جواد انكبوا، ويرجع برضه أحسن من الأول. صالح سليم تريكة وخطيب، أسماء غنية عن التعريف، الأهلي على طول ولات، عدى عليه مليون حريف، كتبوا أسمائهم من نور، كل واحد فيهم كان مشهور، كان ينزل الملعب ليه وزن مع أي خصم مش أليف. هما الإدارة مستقرة، الإنجازات مستمرة، ودي هتبقى حاجة سارة لكل المشجعين. الأهلي هيفضل نمرة واحد رغم أي حد حابش بالمزاج، لا غصب عنكوا، أيوة أنتوا يا منافس سنين، عديت سنين وهتيجي سنين، وهيفضل برضه نادينا متين، وهتفضل راسه مرفوع لفوق بالعافية أو بالذوق. واوعى تكون فاكرني خايف إن أقول انتمائي، لا بقولها بكل فخر، امسي بيراميد أهلاوي. عدى 100 بطولة، درجة تالتة تانية أولى، حتى الناس في المقصورة بتشجع وتقول أهلي. أعظم نادي في الجمعة، شغل درجة الجنون، أيوة الأحمر هو اللون، أجمل فريق أهلي. عدى 100 بطولة، درجة تالتة تانية أولى، حتى الناس في المقصورة بتشجع وتقول أهلي. أعظم نادي في الجمعة، شغل درجة الجنون، أيوة الأحمر هو اللون، أجمل فريق أهلي.